الشمس يا ابو حاره. اثبت شفت انا شفته. ايوه الشمس جت تسلقني. ايوه بس انا كنت حنتظرك. والله كبرت بعيني شفت الشمس اليوم طالعه هي وجهالها لو ما عين بالشارع احنا وين يلقونا. عمي ما نعرف شلون راح نخلص ويا هذا الحر والكهرباء. عمي انت اول مره تطلع ويا تجيب خبز. انا مصريد الصبح والظهر والعصر والمغرب وبالليل لو خبز لو صمون. والله يا مودي اذا على طلبات الاهل سهله والله يستر من الايام الجايه. اذا درجه الحراره الصبح 60 والظهر عن فوق 70 وبالليل البوخه والبغيض ما يقع كله قب علينا. يا رب سترك من هذا البلاء. حب قلبي انت بعدك شايف راح نخلص من شهر تموز ويجينا هاب اللهاب مع درجه الحراره مألفه. حسب عليك يا مودي املك هالمعلومه. يا يما لحقينا مودي تعرف شغله حتى رب العالمين استغفر الله احتار ويانا. بالشتاء نريد الصيف وبالصيف نريد الشتاء واحنا محتارينها ما ادري ايش نسوي. نسافر نهيج تعلق لقفتك وين تريد تهيج؟ عود احنا كنا بانين اماننا على تركيا وهسه خدروبينا وقصفوا شمال العراق. لك وين تريد تروح؟ ويا دولة تريد تلفيك؟ تعال خذك راجل فايدة ومرتاح. ايش بيك جاي تنبني؟ اللي يقول انا قصف العراق. والله يا مودي تعرف شي؟ نبقى بالعراق بالحار وبالضيم ويا دول الفاسدين احسن ما نطلع برا ونشوف ذولاك الناس المو زينة. ايه تريد تبقى على كرباتك ال 24 ساعة موجودة. استغفر الله يا ربي. يا مودي العراق لا بالماضي ولا بالسقوط ولا قبلها مرتاح ولا بالمستقبل راح يرتاح. اوف تعال اقول لك سالفة. ابوي مولد قبل شوي خابرني مسوي الامبير ب 25000. الله اكبر ما عنده مين يجيب. يعني 4 امبيرات ب 100 6 امبيرات ب 100 دولار. لا يا الله الامبير كان ب 12 هسه صار ب 25. عم العالم والله استغلاليين صعدون وينزلون كيفهم. اسمع ايش قال لي. قلت له عم ايش داوي الامبير ب 25 اللي ما عاد يروح يقدي هو دق لليتيمه. انا الاجازه مالت المولد ادفع بالشهر ما ادري بالسنه مليون ونص. الف لتر مال الغاز بمليون. وقال اني انتم ما عاجبكم وتقولون ليش تعلون بالامبيرات اصرف باليوم 750000. اريد اطلعها براسي وبراسك وبراس الناس اللي لا شغل ولا عمل. ما تستلم راتب التقاعد تشتغل ناس شهر كامل حتى تدفع فلوس الكهرباء. استلم يا ربي. عمي حقك تبكي لا تبكيني وياك. على كل نقول الحمد لله على كل شيء لان ما في اليد حيله. اقول لك عيدر انا راح اطب اسبح لان بواخت. تعال انت الثاني شطب تسبح هو غير ما التانكي احلى من الجيزه. لا تروح تحترق ونحرياك بالمستشفيات. هات حيدر شنو الحل؟ اذا نبقى واحد مقابل وش الاخ ماكو اي فايده. تدري ايش رايدين على هذا الجو؟ سوبليت كنتوري ابو ثلاث طنون ادق على راسك منه مصيح اخ راسي طفو يا ابي. شوف انت والله بطران وعلى قولة المثل صدق انت نايم ورجك بالشمس. لكن وين الوطنيه؟ كل 4 ساعات تجي نص ساعه لما تجي وسوبليت كنتوري ما شاء الله ابو ثلاث طنون هذا بالنص ساعه ساعه يلا ينهار. حيدوشي الحكيك وحكي قاعد نسولف وين الحايط وخلي نلقانا طريقة نخلص الصيف من ورا خشمنا. فكر شوية. لك انت ما تقول جاي تسولف هي افكار ذات بروسنا. هسه انا حايش الطلب المولد اريد 100 دولار هالشهر وذاك الشهر ابوي ما استلم التقاعد 200 دولار يعني 300000 عراقي. منين اجيب يا ربي؟ هسه لو ابيعك تجيب 300000؟ والله يا حيدوشي كلامك صحيح. والله لو اقدر اخبط على ابو الكهرباء ما اخليه ثانية ترمش. بس خل افكر شوية. لقيتها. كان مودي ابو الافكار. حيدر شنو رايك لو ننزل بطار مول نفتح صندي ونسبح حتى فلوس الكهرباء ما نطي. شو تقول؟ ورب الفكرة اسطورية النار. كفو يا الذيب احسن ما نسافر نقضيها برا وبالغربة ويضجونا من العرب ولا من نيته المولدة. يلا مودي خلينا نبربع برا. يلا مشي. يا يما بس الماي باقي لنا ولو بيتهم حتى المي يقطعونه ولا هي تركيا حتى المي فدوا علينا على دجلة وفرات. خلاص يلا برد برد خوي هاك. انا ابو
أول فكرة. الله أكبر. صور صور، خلي يشوفون العالم. يا رب. الله. هلا شباب، شو أخباركم؟ اللي يقول أهل بغداد مرتاحين ولا يشتغلون عمالة ودرجة الحرارة 40، شوفونا وين قاعدين بالطرمة، لا ماي ولا لا ماي موجود، كهرباء ماكو، أنا عاوز يقطعون الماي والله. أهل البصرة والناس اللي يحسن عين يقول أهل بغداد مرتاحين، خناك الرقي والله كريم. الله الرحمن الرحيم. يا يمه يا يمه يا يبوي يا يمه يا يمه. اوه انت يا ابوي واضح عنك لا مشهور مرتاح، بس السياسيين مرتاحين هم وجهالهم. البابا بدبي والماما بباريس واحنا ما كليهم قد والله يا ابوي انا ضوج، لان انا عراق وهم عراقيين، ليش هم مرتاحين وانا ما مرتاح؟ تقبل اخوي؟ هاك هاك بقول لك هاك هاك. طيب هذا الرقي ابو رقي تلبي تحس بك سهال. اسمع 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 هاك هاك رشدي. يلا خال اسمع اسمع قوم 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 اسمع. هنا الدنيا حارة القاع منا برودة، سرعة الجيحة مال الحماوي.